أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة عصر اليوم مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه رعاه الله لجمهورية تركيا الصديقة. ولدى وصول الموكب الرسمي المقل لسموه حفظه الله ورعاه إلى القصر الرئاسي بمرافقة مجموعة من الخيال ترفع أعلام البلدين، كان على رأس مستقبلي سموه رعاه الله فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة. بعدها تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية بقدوم سموه حفظه الله، ثم قام سموه باستعراض طابور حرس الشرف ذا، وتفضل سموه رعاه الله بمصافحة عدد من كبار المسؤولين بالحكومة التركية، كما قام فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله. مرحبا أسكر. سول. nasılsınız? سول. sizler de sağ olun.
dosyası. Görüşünüz hazırdır Mojeste. مرحبا عسكر. ثور. ما شاء الله.